ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذن بيانات التضخم أثرت بشكل كبير على أداء مؤشر الدولار وارتفاعات متتالية، والتوقعات أيضا باستمرار الفيدرال الأمريكي بالتجديد النقدي. ما هي توقعات هذا الأسبوع وأيضا أبرز البيانات الاقتصادية على الأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع؟ صباح الخير. صحيح أحمد، نحن نشهد حالة من الارتفاع المتواصل في الدولار الأمريكي مقابل سلة في العملات الرئيسية، حيث صعد الدولار الأسبوع الماضي بنحو نصف نقطة أساس بالمئة، وهذا الارتفاع جاء بعد بيانات التضخم التي أظهرت بالفعل انخفاض أقل من المتوقع بمؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.2%. لكن من الملاحظ بأن التضخم لم ينخفض بشكل عام، حيث أن التضخم بالقيمة الأساسية ارتفع بشكل أكبر من المتوقع إلى 6.6%، وهذا المستوى يعتبر الأعلى منذ عام 1982 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مما زاد احتمالية أن يقوم الاحتياط الفيدرالي برفع الفائدة 75 نقطة أساس خلال الشهر المقبل وأيضا الشهر الأخير من هذه السنة. وبالتالي تميل الآن التوقعات لاستمرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، مما يدعم من قوة الدولار. هذا الأسبوع سترتكز الأنظار على الولايات المتحدة على بيانات التصنيع من ولاية على سبيل المثال من ولاية نيويورك وغيرها من الولايات الأمريكية، وسيتابع المستثمرون أيضا بيانات قطاع المنازل الذي بدأت ملامح التدهور فيه جراء التباطؤ الاقتصادي، ونحن نعلم بأن أسواق المنازل هي أول الأسواق التي تتأثر في الركود الاقتصادي عندما يدخل ويتصرف في أي دولة، والتوقعات بأن نشهد بيانات اقتصادية هي الأسوأ منذ خضم جائحة كورونا عام 2020، مما يعني بأن الاقتصاد الأمريكي بدأ يتأثر بالفعل برفع الفائدة. لكن ليس باليد حيلة، فالفيدرالي الأمريكي مجبر أن يستمر برفع الفائدة في ظل معدلات تضخم هي الأعلى منذ ثمانينات القرن الماضي، وبالتالي الدولار الأمريكي قد يبقى قوي. نعم، يعني بهذه النقطة تحديدا سركيس، ما هي التوقعات لوصول الدولار أو مؤشر الدولار لأعلى قمة؟ هل هي فعلا عندما يتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة في ظل تراجعات بمعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة، هل فعلا وصل الدولار إلى أعلى قمة؟ لا أعتقد شخصيا بأن الدولار الأمريكي وصل إلى أعلى مستويات، وأغلق الأسبوع الماضي مؤشر الدولار عند 113 نقطة بعدما لامس أعلى مستوياته لهذا الشهر عند مستوى 114 نقطة. لكن باعتقادي بأن الدولار الأمريكي سيواصل ارتفاعه، الفيدرالي الأمريكي كما أشرت مجبر أن يستمر برفع الفائدة، حتى مع أن هنالك بنوك مركزية مثل البنك المركزي الأوروبي بنك إنجلترا سيتوجهان لرفع الفائدة. لكن بالنسبة للدولار الأمريكي أعتقد بأن مستويات أعلى من 115 نقطة، بل لا أستبعد أبدا خلال العام المقبل أن نشهد مؤشر الدولار عند 120 نقطة. فعديد من الظروف الاقتصادية تدعم ارتفاع الدولار وليس فقط رفع الفائدة، التذبذب الحاد الذي تشهده أسواق الأسهم، وكذلك التوقعات بأن نشهد انكماش ثلث الاقتصاديات في العالم بحسب البنك الدولي. نعم. هذا كله قد يزيد الطلب على الدولار كملاذ آمن، مما يبقي على اتجاهاته الصاعدة. نعم، ماذا عن اليورو يعني في ظل هذه المعطيات وأيضا معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة تؤكد على أن هناك سيكون ارتفاع أيضا في منطقة اليورو، هل فعلا سيواجه اليورو المزيد من الضغوط في ظل هذه الارتفاعات؟ بلا شك التضخم هو مسألة أو معضلة عالمية وليست حكرا على الولايات المتحدة الأمريكية. ارتفاع الأسعار نحس فيه من حولنا من كل جانب، وحتى في منطقة اليورو هنالك توقعات أن نشهد بقاء معدل التضخم مرتفع وأن يتوجه البنك المركزي الأوروبي فعليا لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل 75 نقطة أساس. لكن هل سيؤثر ذلك على الاتجاه الإجمالي لليورو؟ لا أعتقد ذلك. رفع الفائدة في البنك المركزي الأوروبي سيؤخر انخفاض اليورو، لكن باعتقادي اليورو ما زال في اتجاهات هابطة وسط أزمة الطاقة في منطقة اليورو، وسط أيضا توقعات ركود اقتصاديات في منطقة اليورو بشكل كبير خلال الربع الرابع الجاري من هذه السنة، بل وأيضا قد يمتد خلال العام المقبل، مما قد يبقي على الاتجاه الهابط الإجمالي لليورو
قائم مستويات 95 سنتا أمريكي لليورو قد تكون متاحة خلال فترة ليست ببعيدة. نعم، مستويات قياسية للتراجع المتوقع لأداء اليورو، أيضا يعني هنالك تراجع ملحوظ لأداء الين الياباني مقابل الدولار والوصول إلى أدنى المستويات بالرغم من بعض الإجراءات التي قام بها البنك المركزي الياباني. ماذا عن الملاذات الآمنة سركيس؟ بالفعل الين الياباني يواجه ضغط هائل أمام الدولار الأمريكي ليصل سعر كل دولار إلى 148 ين ياباني. هذا الانخفاض الكبير في الين الياباني مصدره تدفقات السيولة الخارجة من اليابان والمتوجهة لعديد من الدول على وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية. فرق عوائد السندات الأمريكية عن اليابانية لأمد استحقاق 10 سنوات ارتفع إلى أكثر من 370 نقطة أساس. هذا يظهر بأن عوائد السندات الأمريكية ترتفع بقوة مما تجذب السيولة من اليابان إلى الولايات المتحدة. لكن تصريحات من حكومة اليابان ووزراء المالية في اليابان أشارت إلى عدم ارتياح لانخفاض سعر صرف الين الياباني. لذلك الين الياباني في اتجاه هابط، لكن إذا تدخلت حكومة اليابان في سعر الصرف هنا قد نشهد بعض الارتفاع بالين الياباني. لكن باعتقادي في النهاية الين الياباني متوجه على الأرجح إلى 150 ين لكل دولار أمريكي واحد. نعم، يعني وبالحديث عن التدخلات لاحظنا بنك إنجلترا تدخل بشكل سريع لإنقاذ الجناء الإسترليني بعمليات شراء السندات أو الإعلان عن نيته لشراء السندات. هل فعلا يعني سينجح في إنقاذ الجناء في ظل هذه التراجعات التي حظي بها؟ بالفعل عندما لمس الجنيه الاسترليني مستوى الدولار وثلاث سنتات أمريكية كان هذا مستوى منخفض قياسي، وتدخل بنك إنجلترا المركزي لإنقاذ الجنيه الاسترليني من هذا الموقف. الآن هنالك تصريحات من رئيس بنك إنجلترا المركزي تتوجه للإشارة إلى رفع الفائدة بحسب ما هو مطلوب لخفض معدلات التضخم، وربما سنشهد مفاجآت خلال الشهر المقبل بالنسبة لرفع الفائدة في بنك إنجلترا المركزي. لكن رغم ذلك لا يجب أن ننسى بأن اقتصاد بريطانيا هو واحد من الاقتصاديات المهددة بركود طويل الأمد لعديد من الأسباب لا تتوقف فقط على التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وأزمة الطاقة، بل أيضا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بالتالي أتوقع أن يتباطأ انخفاض الجنيه، لكن بشكل عام الجنيه الاسترليني على الأرجح سيستمر بانخفاضه ليقترب مجددا من التعادل. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على هذا الشرح الوافي.